الغوالي، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم جبت لكم اس كلاس 2014 محدث 20 بسعر مرتب جدا، تخيل 47,000 دولار، مرقمة سليمانية وكاملة، موديلها 14 محدثة 20. راح تسألوني شبيها ما بيها، كمل الفيديو الأخير راح تعرف شنو بيها بالتفصيل الممل. خليني كمل الفرع السيارة من الخارج وندخل عليها احنا وياكم من الداخل. اس 550 كونها امريكية. شوف من الخارج بودي كامل مال 2020 واي ام جي. هسه نشوف الداخل مالتها. السيارة ماشي 60 ميل بالدقيق، 67 هسه نشوف كم، 67 ميل طبعا. السيارة لارج، مواصفاتها مو فول، يعني عندك بانوراما، بردة خلفية، بوب شفط، الكوشنات هيتر أربعتهن، أكيد الأمامية كهرباء وميموري، ورادارات بيها، كاميرا، جقات تسعة وتنزل، ومن هاي الأمور. جنطتها هم كهرباء، بصمات بالبيبان، بصمة تشغيل. حبايب قلبي السيارة بيها هذاك مشيها 67,000 ميل. السيارة ركز وشوف شنو بيها. هذا كامل لغ مبدل، الباب مبدل، الباب الخلفي مبدل، كامل لغ الخلفي مصبوغ، تمام؟ يعني صار عندك صفحة كاملة، ثلاث قطع مبدلات، كامل لغ صبوغ. الدعميات أكيد صبوغ لكونها محدثة مال 20. هذا تقرير السيارة بدون ايرباك، بدون ايرباكات ما طاقة، اربع شدات وسبعين ورقة، ومكانها سليمانية ورقمها سليمانية. اللي يرغب بالشراء يتصل على رقمي وخليكم على راسي. انا من طبعي ما اجيب سيارات حادثة ضربة، بس هذه رخيصة. اكو عالم تتصل وتقول اريد شيء مناسب رخيص، هذا المناسب وهذا الرخيص الحبيب، وبخدمتكم. تحياتنا لكم ومع السلامة.